طبعا في بداية حلقتنا تكلمنا مع رئيس لينكدإن عن المهارات الناعمة اللي محتاجين نتعلمها مع تطور دخول الاي في عالم الوظائف، لكن كمان لازم نذكر انه من وقت ما طلعت الهواتف الذكية وتطبيقاتها بدأ الكلام عن مهارة ثانية تماما مهمة وهي البرمجة وأهمية تعليمها للجيل الجديد، والآن مع تطور الاي السنين الماضية كمان زاد هذا الكلام وتحول من مجرد البرمجة والكودينج للحديث عن ضرورة تعليم الجيل الجديد أساسيات الذكاء الاصطناعي واستخدامه، لأنه ببساطة قريبا جدا بيقول الخبراء أنه كل الناس حيكون مطلوب منها تعرف تتعامل مع تطبيقات الاي، وبدأ هذا الكلام حتى عن تدريسه في المدارس للجيل الجديد مثل مادة الرياضيات والعلوم. خلينا نتكلم في هذا الموضوع أكثر مع ضيفنا في الاستوديو اللي بينضم إلينا محمد جاويش، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة آي سكول. أهلا فيك معنا. طبعا هذا تخصصك الأساسي، طيب هل فعلا لازم كلنا نتعلم موضوع الاي بغض النظر إيش بنسوي في الدنيا، بغض النظر إيش دراستنا إيش أي شيء؟ بقت حاجة أساسية، يعني زي كل جيل وكل مرحلة كده، كان عندك في الأول خالص المحو الأمية الأساسي. أيوة. بعد كده بعشر سنين بقى عندك محو الأمية التكنولوجي اللي هو استخدام الكمبيوتر والأدوات العادية بتاعت التكنولوجيا. أيوة. بعد كده دلوقتي عندك محو الأمية الذكاء الاصطناعي. أوكي. أنت لازم إزاي تستخدم الذكاء الاصطناعي وإزاي تبقى تمحي الأمية بتاعتك في استخدامات أدوات الذكاء الاصطناعي. طيب سمعتوا مشاهدينا، أي أحد ما هو عارف عن الذكاء الاصطناعي لازم عنده أمية، لازم يحتاج محو أمية. طيب إحنا اليوم بنحاول في حلقتنا هذه محو هذه الأمية، بس صراحة يعني خليني أقول لك مثلا يعني الواحد من فين يبدأ يتعلم يعني وبعدين إحنا كلنا بنعتقد أنه هذا موضوع الذكاء الاصطناعي علماء وخبراء مرة صعب. بالعكس يعني. خالص. أوكي. موضوع الذكاء الاصطناعي مش معقد خالص، بالعكس هو أسهل بكتير من محو الأمية التكنولوجي. أنت عديت مرحلة، يعني زي خلاص اللي تأسس في حاجات معينة هيعرف يستخدم الحاجات اللي بعدها. زي اللي تعرف تستخدم الموبايل خلاص هتعرف تستخدم الكمبيوتر، الموضوع بيبقى أسهل. صح. فالذكاء الاصطناعي هو أنت ما بتكتبش أكواد، ما بتعملش حاجات معقدة. هو بيسموه بالبرومتنج إنجينيرينج أو الحس، أن أنت بتعزز أو بتحس الذكاء الاصطناعي ده أن إزاي يعرف يشتغل. فأنا بطلب منه طلبات معينة عشان يعرف يكتب لي مقال، بطلب منه طلبات معينة عشان يعرف يصمم لي صورة، بطلب منه طلبات معينة عشان يعرف يكتب لي إيميل، بديله بيانات ومعلومات inputs، مداخل كتير قوي عشان يبتدي هو يتعلمها ويعمل جويش ذكاء اصطناعي فيرتشوال جنبي يساعدني ويفكر معايا ويعمل عصف ذهني معايا. أيوة. فتطبيقات الذكاء الاصطناعي مش صعبه خالص، كل اللي عليك ان انت تعرف هتبتدي منين. انت مثلا مجالي في الجرافيكس، خلاص ابتدي من الصور. مجالي في الكتابه، ابتدي من الكتابه. هتلاقي نفسك في ادوات كتير قوي تعرف تطبقها زي شات جي بي تي وغيرها. اوكي. طيب يعني هو في كورس اسمه كيف تتعلم الاي اي ولا يعني في اشياء زي كده؟ في كورسات كتيره جدا، يعني انت يعني عشان تلاقي على منصات مجانيه على لينكد ان من شويه زي ما الاستاذ كان بيتكلم، في منصات كتيره قوي بتقدم الكلام ده ببلاش، في حاجات كتيره بالعربي، في حاجات منها مدفوعه، في اشياء مثلا على يوتيوب تدخل على يوتيوب بالظبط تعلمك. اوكي. وادوات الذكاء الاصطناعي ذات نفسها لما تخش عليها مش هتلاقي الموضوع معقد، هتلاقي هي بتعمل لك جايدنج، هي بتساعدك ازاي تعمل انبوتس وتدخل معلومات للذكاء الاصطناعي عشان يبتدي هو يساعدك ويطلع معلومات تانية. طيب كأنك بتكلم شخص. ايوه. عشان افهم منك يعني دحين احنا ما احنا ملزمين باننا نعرف كيف هم اخترعوا الذكاء الاصطناعي. احنا ملزمين انه نعرف كيف نستعمل بالزبط. الذكاء الاصطناعي بالزبط. لمصلحتنا في عملنا في حياتنا وما الى بالزبط. ذلك هي ليفلز، يعني ليفل المستخدم. أيوة. غير ليفل المطور. صح. انا مش عايز ابقى مطور ذكاء اصطناعي، ده ليفل تاني محتاج اكون درست هندسه او علوم حاسب او حاجات. أيوة زي أيوة كده. أيوة. لكن ليفل المستخدم ازاي اعرف استخدمه، انا مش محتاج اعرف ازاي اصمم موبايل، انا اعرف ازاي استخدم الموبايل. فازاي استخدمه مش صعب، محتاج بس ان انا اتفاعل معاه، كاني بتفاعل مع شخص، بكتب له بعرفه، ولما هو بيكتب لي حاجه مش من النتائج اللي انا عايزها انا بوجهه بقول له لا انا ما كنتش عايز النتيجه بالشكل الفلاني، عايزها بالشكل تاني. فيبتدي يطور نفسه لحد ما يفهم البيرسونا بتاعتك كامله، الشخصيه بتاعتك كامله، ويبتدي يطلع النتائج زي ما انت عايزها بالظبط. طيب افترض الان عادي الناس طنشوا عن هذا الموضوع، خلال كم سنه ايش حيخسروا؟ نتكلم في اقل من 6 سنين، يعني نتكلم خلاص. أوكي. الناس كلها بتتكلم على 20-30، عندنا كل الاحصائيات بتقول ان عندك وظائف كتيره جدا، بنتكلم اكتر من 80 مليون وظيفه هتختفي، وعندك من اكتر من 100 مليون 150 180 مليون وظيفه هتظهر جديده كلها بتعتمد على الذكاء الاصطناعي، البرومبتنج انجينيرنج، الحث بتاع الذكاء الاصطناعي، ازاي تعرف تستخدم الذكاء الاصطناعي كاسيستنت، كمساعد شخص ليك في حياتك. عايز تكتب حاجه انت بتفكر معاه، عايز تصمم حاجه انت بتفكر معاه، هو بيطلع نتائج اسرع بكتير. لو الشغل كان بياخد منك 3 ايام بالذكاء الاصطناعي ممكن ياخد منك ساعه. هي دي الفكره. اوكي. طيب يعني
هذا من ناحية الإنسان اللي عادي، أنت مع أنه لازم الآن تبتدي تدريسه في المدارس والأشياء هذه كلها برضو؟ من أصغر سن، من أول سن 6 سنين، وده الحمد لله نحن بنعمله. إحنا بنأسس ونعلم الطلاب من سن 6 سنين على إزاي يعرف يستخدم الذكاء الاصطناعي، إزاي يفهم أساسيات البرمجة. والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بشكل عام مش مجرد برضو استخدام الأدوات، هي بتنمي مهارات عند الأطفال في السن الصغير زي اللوجيكال ثينكينج، التفكير المنطقي، ازاي اعرف احلل الحاجه واعرف هي صح ولا غلط، ازاي اعرف ارتب كل حاجه تشتغل على سنها خطوات. حتى لو انا هغسل سناني، يعني حاجه بسيطه جدا، محتاج اعمل ايه، الكمبيوتر بيفكر ازاي، محتاج اجيب المعجون افك بعد كده احط المعجون بعد كده اغسل سناني. محمد، ما تعتقد انه نحن بنصير اغبى جالسين؟ اللي ما طورش نفسه هو اللي ممكن يحس كده، لكن اللي بيطور نفسه بالذكاء الاصطناعي بالعكس هيحس ان حياته بقت حره اكتر، ما بقتش مرتبط ان انا كنت بعمل شغلي ممكن ياخد مني ساعات طويله جدا، لا خلاص بقت كل حاجه متوصله ببعضها وانا مجرد بس بدي اوامر للذكاء الاصطناعي يخلصها لي، فانا بقيت حر اكتر ان انا افكر تفكير استراتيجي الذكاء الاصطناعي مش عارف يعمله. برضو الذكاء الاصطناعي لحد دلوقتي هو مش 100% عبقري يعرف يعمل كل حاجه من غيرك، هو محتاج داتا زي ما حضرتك بتقولي من شويه، محتاج بيانات، محتاج هذه اللي انت هتفضل طول الوقت تدخله فيها، دايما اديله بيانات، دايما اديله معلومات. لو سبته لوحده ما هو مش هيعمل الشغل، لازم انا اللي اديله المدخل واتاكد ان المخرج بتاعه اللي هو عمله مظبوط عشان في الاخر اعرف اسلم الشغل بتاعه صح. طب الان لما بنتكلم على انه مثلا الواحد يدرس الذكاء الاصطناعي، هل يكفي انه يشوف فيديو على يوتيوب ولا لازم يمسك كتب او يعني منهج؟ يعني فعليا اتركك من انه لازم يبتدي الناس من سن صغيره. ايوه لا، هذول خلاص لازم خلاص دحين من الان من الصغار من البدايه تضربهم على راسهم تقول لهم كودينج بيحبوه يعني. هو ده الجيل بتاعهم. أيوة. بيلعبوا جيمز بالزبط. مشهوره جدا زي ماينكرافت وروبلوكس، بيستخدموا الذكاء الاصطناعي فيها، فهو خلاص اوبسست جدا بيها عايز يلعب بالالعاب دي ويستخدم ذكاء اصطناعي. أيوة. فالاطفال كده تمام، احنا تاكدنا ان هم حابين الموضوع خلاص، هم مبيوعات لهم البيعه. طيب بالزبط. لا بالنسبه للناس اللي اكبر والان طلع معاهم الذكاء الاصطناعي، يعني ايش الطريق، وين يروحوا يفتحوا كتاب يعني فعليا؟ اليوتيوب مليان حاجات بسيطه جدا، انت مش محتاج زي ما قلت حضرتك تبقى عالم في الذكاء الاصطناعي، محتاج تبقى مستخدم، دي اقل درجه. أيوة. من الدرجات. طب انا محتاج ايه؟ هخش على اليوتيوب افهم مثلا what is prompting engineering، او ما هو الحس الهندسي في الذكاء الاصطناعي، ازاي اعرف اكتب اوامر للذكاء الاصطناعي، وابتدي انزل ابلكيشن مثلا زي شات جي بي تي، اشهر حاجه موجوده دلوقتي. طبعا. ومثلا انا في شغلي بعمل حاجه بسيطه قوي، مثلا اي حد اكيد بيبعت ايميل، طيب الايميل اللي انا بعته ده بدل ما ابعته على طول اديه للذكاء الاصطناعي واقول له عدل هذا الايميل، أو سواء كان بالعربي او بالانجليزي، فهو يبتدي يعدله ويبتدي يفهم انت بتبعت ايميلات شكلها عامل ازاي. فبعد كده هو غزيته بايميل 2 3 4 5، بعد كده بقول له بقى لا اكتب لي ايميل من الاول خالص، فيبتدي. أيوة. يكتب لك ويصنع لك ايميلز، بدل ما انت كنت بتاخد مثلا 10 دقائق 15 دقيقه عشان تكتب ايميل واحد، هيتعمل في دقيقه، فتلاقي شغلك بيقل. تعتقد ممكن نوصل لمرحله يحل لنا مشاكلنا الحياتيه؟ في دلوقتي في يعني الذكاء الاصطناعي العاطفي موجود دلوقتي، يبتدي يخش ازاي يعرف يحل المشاكل الاجتماعيه، ازاي يعرف يحلل الشخصيات، ازاي يعرف يحلل كل حاجه من الفيشل اكسبريشنز، فده موجود. اوكي كمان يعني ممكن ادخل مثلا يعني انم مع الناس او اعبر عن غضبي عن بعض الناس. في استخدامات لي بكل حاجه. طيب انا بشكرك جدا على هذا الموضوع. طبعا كان معنا في الاستوديو محمد قويش، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصه اي سكول. شكرا لك. شكرا جدا لك.